انا عندي رز وخضار، انا هعمل لهم وجبه رز بخضار النهارده بس برضو المهروس، يعني مش اللي فوق السنه قوي. انا مثلا عايزه دلوقتي هسلق لهم خضار ومعاه رز، مش هسلق رز لوحده بقى وخضار لوحده، انا عايز اسهل لك الموضوع قوي. فمثلا انا هعمل، عارفين دي طبعا حوالي نص كوبايه او 3 معالق من الرز، مش هيكتر خالص. دي بتعمل لك لو بيبي 8 شهور بيعمل لك حوالي 3 وجبات، يعني 3 ايام كمان، مش انه بيرمي كتير. فبعمل ايه بقى عشان اسهل على نفسي خطوات وما اقعدش اعمل 100 حله و100 قزرونه و100 طاسه والكلام ده، لا. وعشان استهلك كمان ميه الخضار وميه الرز، انا هستعمل كل حاجه مش هفوت اي حاجه منهم. فبتاخدي الرز دوت، بجيب ميه مثلا، انا هعمل لو هعمل نص كوبايه رز هحط لها مثلا كوبايتين ميه، كوبايتين، عشان كده بيعمل 3 وجبات. كوبايتين الميه دول هحط لهم الرز يتسلق، ماشي. طيب انا بس عايزه اقول لكم دلوقتي انا جايبه خضار، اي خضار عندك، بس طبعا زي ما قلت لك انا كل يوم بشك في الخضار. يعني انا امبارح انا عملت لكم ايه، عملت كوسه وعملت عملت بسله وكوسه وجزر، ده امبارح صح كده. النهارده ببدا ادخل حاجات جديده، النهارده هدخل طماطم وهدخل فلفل رومي وهدخل الجزر تاني، الجزر ده مهم قوي يبقى كتير، والرز دي وجبه ثالثه خالص. فيعني نشكل كده كل يوم في الخضار، ايوه كل يوم في خضار وكل يوم في فاكهه، بس كل يوم نشكل. فالنهارده جبت لكم بس هوريكم ازاي هنعملها، عشان انا حتى لما اعمل لهم مكرونه، حتى لما بعمل اي حاجه بسلق الخضار جوه ميه الحاجات دي، او لو بسلق لهم فراخ مقطعه صغنن جدا برده بسلق الخضار جوه ميه الفراخ، وابدا ان انا استعملها في الخلط معايا. تمام، بصوا كده انا بسلق الرز اهو، اوطي عليه بس عشان يتشرب حلو كده، طبعا لسه ني خالص فبوطي عليه قوي عشان يستوي قوي، لازم يستوي يعني 100 100، بس كل شويه اقلبه عشان ما يلزقش. تمام، الخضار اللي عندي جاهز اهو، وهبدا ان انا ايه اسويه. انا عايزه بس ازود الرز ده شويه ميه، لان انا قلبته من شويه كان لسه ما استواش، فاديه كمان نص كوبايه ميه كده، عشان انا محتاجه ميه برده لايه، لسلق الخضار، يعني كده كده انا عايزه ميه فيها لسلق الخضار. وبص كده الاخبار ايه، لسه شويه يعني، بص اهو، بص الشكل ده حبه كمان صغيرين، وبعدين كده كده انا محتاجه الرز ايه مهري كده، ماشي. انا بس عايزه ايه ان انا اخد، احط شويه ميه كمان، شويه 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 كده، عشان سوى الايه، سوى الخضار بقى. انا عشان كده بحط كل، انا عايزه اوريكم ان انا حبيت ان انا اوريك الخطوه دي، بس اوريك ان كله اسلقه مع بعضه، بستنى كده لما يوصل يعتبر سوى كامل او سوى كامل الحته الصغنونه خالص، وهحط لهم كمان فلفل اخضر اهو، حتتين بس كده، ممكن احنا ما كناش بنحط فلفل اخضر خالص للاولاد، بس اتاكد ان هو اخضر، ما تاكديش يعني ما تاكديش ان هو يكون مش حامي، اتاكد ان هو بارد. جزرة قطعتها عشان تستوي بسرعة بقى كمان، ولا كنا بنحط طماطم برضو، يعني في حاجات كده كانت محفوظة وما بنعملش غيرها، اللي هي الجزر والكوسة والبطاطس، لا ده في حاجات كتير جدا ممكن نضيفها تاني للأولاد، لأن هي كلها خضار طبيعي خالص، بس بنزود لهم القيمة الغذائية ليها. فطماطمية كده، نقطع حتت بطاطسية كده. طبعا انا هنا مقلله الخضار لان انا عندي رز، فالخضار كله بحط ايه، نصاص نصاص بس كده، فلفل طماطم جزر بطاطس، واكمل سلق بقى، وفي الاخر خالص اضربهم في الخلاط واقدمه برده، احطه في العلب كده، يبقى عندي كذا وجبه. طبعا بص الرز لسه ما اتهراش قوي، بس مع سوى الخضار هي هيستوي بقى ايه الرز ده ويتهري خالص. طفيت عليه وسبت الغطا عليه عشان يبدا ان هو يهري نفسه مع البخار اللي موجود، وكمان البخار اللي موجود ده بيبقى فيه فيتامينات ما طيرهاش، بخليها كله موجود مع بعضه ان شاء الله على خير يعني. ماشي، فبسيبها كده بس شويه تتهوى، وبعدين احطهم في الخلاط واكل البيبي منه، واشيل كام علبه في الثلاجه او في الفريزر، وبعدين اطلعهم لو انت حاسين ان هي هتغيب عندك، بس يعني دي ممكن تقعد 3 ايام في الثلاجه مش هيحصل لها حاجه. بصوا كده اهي، طبعا احنا هنا بصوا شربت كل الميه بتاعتها، شربت ميه الرز على ميه الخضار على كل حاجه.
احب ازودها ميه تاني فلازم تكون ميه مغليه، او ازود لها لبن اطفال ماشي، لو بتحبي تزوديها لبن اطفال زوديها لبن اطفال برده، ما يجراش اي حاجه انت تدوبيه في الميه وبتاع زي ما بتعملي ببرونه بالظبط، اعمليها وحطي عليها، او لو هتزوديها ميه ماشي اوكي. انا بس كده وريتك ان انا سلقت الرز مع الخضار كله بنفس الميه، طبعا انا ممكن كمان اخلي الميه تبقى زياده وكده كده مش هحتاج ان انا ازودها ميه من بره. خلاص ما كانش عايزه تزوديها بقى ميه، تزوديها لبن اطفال ممكن ده وممكن ده. واروح خلطاها